وإلى إمارة الشارقة التي تزخر باحتضان الفعاليات في موسم الإجازة الصيفية، حيث جمعت هيئة الشارقة للكتاب الأطفال في برنامج ترفيهي حمل عنوان قائد المستقبل. دعونا نتحدث أكثر عن تفاصيل هذا البرنامج مع ضيفتي السيدة موزة عبد الله النقبي، تنفيذي رئيس فعاليات بهيئة الشارقة للكتاب. مساء الخير سيدة موزة، نورتينا. مساء النور والأنوار حبيبتي. دائما البرامج الصيفية هي بيئة تفاعلية تتميز بإثراء أوقات الأطفال بمهارات تكون شخصيتهم وتصقل مهاراتهم. أنا جدا يعني منبهرة باسم البرنامج نفسه، يعني طفل، وأقول أنك أنت قائد، أنت ناجح، أنت تقدر. فخلينا في البداية نتكلم عن اختيار هذا الاسم المميز قائد المستقبل، ولمحة عن البرنامج بصفة عامة. الله يعطيكم العافية، وأنا سعيدة اليوم بتواجدي في إمارة دبي وبالأخص في قناة سما دبي. طبعا البرنامج قائد المستقبل تم التخطيط له من فترة طويلة، وإحنا قاعدين نخطط لهالبرنامج تقريبا 6 شهور، وإحنا قاعدين نختار العنوان المناسب لهذا البرنامج. طبعا الحين اتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المستقبل، فاخترنا قائد المستقبل. القائد من القيادة، أن نعلم كيف نعلم الطفل يكون قائد في المستقبل، كيف يتعلم بعض الصفات التي تجعله قائد ويقوم بحل الجميع المشكلات التي قد يتعرض لها في حياته. فقمنا ركزنا على قائد المستقبل لكي يستفيد من جميع الفئات، سواء كانوا من الطلاب والطالبات وجميع الأعمار. فحاولنا دائما أن نحن نضع البرامج لكي تستفيد منها دولة الإمارات في المستقبل. نعم، مثل ما قلت، أنا لما أقول أنت قائد، فهي صفات القائد معروفة والكل يجتمع عليها، بالانضباط، بالالتزام، باتخاذ القرار. كيف تم مخاطبة الأطفال على صغر سنهم وتوصيل هذه الرسالة لهم بطريقة اللعب، بطريقة يفهمون لها؟ طبعا مع القائد الكوتش حمد، هو حاول بطريقة كبيرة أن يلم البرنامج كله على حسب أعمار الأطفال. جميل. ودمج الأطفال مع بعض، كنا ندمج الأطفال صغار السن مع الكبار، يعني حتى يكونوا مع الأخوان يكونوا مع بعض. نعم. فعندنا فريق تطوعي ساعدنا وايد هذا الفريق بعمل بعض التمارين لدى الأطفال الصغار، بعضهم ما يعرفون مثلا يكتبون، فكنا نعتمد على الرسومات. حلو. ما في نهاية البرنامج، ناخذ هذه الرسومات ونحللها، فيكون بكرة كيف هو يقدر يتعامل مع هالطفل اللي في سن أصغر. نعم. فاعتمدنا على هالأشياء طبعا بوجود الفريق وبوجودنا وبتعاوننا ومساندتنا لبعض، كنا اللي في القسم حاولنا أن نوصل المعلومة لهذا الطفل. نعم. الطفل الصغير أن توصل للمعلومة في نفس الوقت يستفيد من هالبرنامج. نعم. المناطق اللي جالت فيها ورش هذا البرنامج والمدة اللي اعتمدتوها، وهل كانت كافية في يعني كل مدينة اخترتوها أنكم توصلون يعني أهداف هذا البرنامج للطفل؟ طبعا البرنامج لمدة شهر. نعم. لكن احنا حاولنا نحن نوصل المعلومة بقدر الامكان لجميع المشاركين في هذا البرنامج. بدينا في مدينة دبل الحصن بعد العيد مباشرة. نعم. التجهيز للبرنامج كان قبل العيد. نعم. بعد العيد مباشرة على طول بدينا في البرنامج تاريخ 17/7. نعم. استمر في مدينة دبل الحصن لمدة اسبوع تقريبا، انتقلنا لمدينة خورفكان بعد لمدة اسبوع، واختتمنا يعني نبدأ البداية ونختم في نفس المدينة. بعد ما نختم في المدينة ننتقل لمدينة أخرى، انتقلنا لمدينة كلبا، انتقلنا لمدينة وادي الحلو، واختتم البرنامج بتاريخ 11/8 الخميس اللي فات. ما شاء الله. طيب المشتركين في هذا البرنامج من مواطني الدولة؟ لا، هالمرة فتحنا البرنامج على المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا برامج الهيئة دائما مجانا. نعم. هي ففتحنا المجال هالمرة للمقيمين. كان معانا أشخاص من المقيمين ملتزمين جدا في البرنامج، يحبوا يطوروا نفسهم في البرنامج، ملتزمين حتى بالحضور يعني. نعم. فالحمد لله رب العالمين، لاقى يعني حتى تقبل من أولياء الأمور، يعني أنه كان ولي الأمر يشاركنا الحضور، فكان هذا بالعكس يعطينا سعادة يعني. ولي الأمر، يمكن الإشكالية الوحيدة على عاتق ولي الأمر لما يقول مثلا ما عندي مواصلات، فشو بالنسبة لبرنامجكم يعني؟ هل كان في من عوائق منعتهم منهم يشاركون؟ لا، الحمد لله رب العالمين. طبعا هيئة الشارقة للكتاب دائما سباقة بتوفير كل ما هو جديد مثمر متميز لأطفالنا. وفرنا المواصلات في جميع المدن. جميل. بالتعاون مع نادي اتحاد كلبة، نادي دبر الرياضي، نادي خورفكان رياضي، وفروا لنا المواصلات مجانا لجميع المقيمين وجميع المواطنين. نعم. حتى الوجبات كانت مجانا. ما شاء الله. إذن الإقبال كيف كان؟
الحمد لله صراحة كبير، يعني وقفنا استقبال لأن العدد فاق 70 طفل يعني. إذا في ناس زعلوا. لا إن شاء الله السنوات القادمة بإذن الله في استمرارية لهالبرنامج في السنوات القادمة. يعطيكم العافية. طيب خلينا نتكلم إذا كان في نوع من النماذج من خلال احتكاكك يعني بالأطفال ومشاركتهم في هذا البرنامج، يعني مثل ما نقول ردة فعل الأهالي، هل لمسوا هذا التغيير في شخصية هذا الطفل؟ كونكم أنتم قاعدين تتكلمون عن قائد يعني عن شخصية هذا الطفل، هل في يعني بشاير طيبة من الأهالي أنه بالفعل لمسوا هذا الأمر في البيوت؟ الحمد لله، يعني نحن صراحة يعني رد فعل الأهالي هذا خلانا وحفزنا أن نحن نقدم المزيد وأن نحن ما نأخر أي معلومة نعطيها حق الأطفال. وجود الأهالي، اتصالات الأهالي حقنا، نعم. شكر الهيئة، شكر المشاركين في البرنامج من منسقين من متابعي لهذا البرنامج، هذا دليل على نجاح البرنامج، دليل على حب الأهالي، تغير بعض العادات لدى أطفالهم. نعم. أنا ما بقول إن في 4 أيام أقدر أغير، نعم، عادات في الطفل، لكن بعض العادات في عند بعض الأطفال تغيرت. حتى من ولية الأمر اتصلت فينا تشكرنا أنتوا في هاليومين بس تقولين شو سوي يعني شو صار يعني تغير حد أطفالها تقول كانت عندنا مشكلة في البيت كان يحل هذه المشكلة بطريقة تقول عقلانية، أول مرة طفل يعني يتكلم يتخذ قرار هي فيعني تقول الحمد لله في هاليومين غيرتوا أشياء. في نهاية البرنامج حضرت سألت الأستاذ يعني عطني أنا أكمل المشوار مع عيالي في النهاية يعني، فقام أعطاها بعض الأشياء الرئيسية والحمد لله رب العالمين. أنا جدا سعيدة أن برنامج تواصل اليوم يتكلم عن المستقبل، كان يعني ضيفنا الأول سعيد القرقاوي تكلمنا عن إعداد جيل قادم من الشباب اللي ممكن يمسكون مجال استشراف المستقبل، وهذه البداية كانت الثمرة الطيبة اللي هم أطفال، ولكن أعودهم على عادات الناجحين وباسم قادة المستقبل. سعيدة بوجودك معنا سيدة موزة عبدالله النكبي تنفيذي رئيس فعاليات هيئة الشارقة للكتاب، شكرا جزيلا لك.